النهارده؟ والله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي، هستناك النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا، باي باي. باي باي. الحمد لله. قوم سيادة الفندم، من فضلك هتلاقي الغدا بسرعه، انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم، اشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل ادفي الزفت ده وتخش نام على طول. خمس دقايق ونص دقايق. ولا دقيقه واحده، كلمه ورد قطار، تخش نام دلوقتي اهو، اتفضل. انا حاليا منين ولا منين؟ يلا بقى، تصبح على خير. تصبح على خير. حازم انا ما بحبش الطريقه دي، وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين، ما تفكيها بقى، بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه وانت طيبه يعني. باي باي. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكره ساعه بقت كام؟ سوري يا بابي، اصل كلهم كانوا سهرانين وبعدين. انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، المفروض كنت تقعدي نص ساعه وترجعي على طول. ما انا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش ان شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع اي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي اتصرف اي تصرف، ابعت لك السواق. بابي انا ما بعملش اي حاجه غلط. واضح ان انا دلعتكوا شويه زياده عن اللزوم. اتفضلي نامي، وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفه ابدا؟ كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحيه التانية. انا بحسب بطل يا اخي قله ادب، بحسب حد بينادي. مهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا، مخلط. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط، تعال. زكي حكى لي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته، وصممت يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي. إيه؟ ما تقلقش اصله لسه ما فطرش. بعد اذنك يا نادر بيه، انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد، دي سميرة بهيج زميلتي في الكلية. ايه ده؟ هو بيتكلم عن سميرة زميلتك في الكلية؟ لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميرة، دي زي اخته. ايه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض، الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع، اسألني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده، قول لي مين؟ طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب شكري السيد. خطب من فترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده خطب يا بابا، ما ماتش. أيوة، ما هو كده داخل على أول الطريق. شكري السيد وسميرة، أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت يا نادر بيه ولا تعبت نفسي، دول إخواته. يلا يلا يلا، بوز دماغ انكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا انكر نادر. طيب امشي، يلا امشي امشي، بلا لعب عيال كلام فارغ، وخد ابوك في بطنك وتفضل واطلع بره. امشي بره، امشي. ما تخافش من صوتك. يلا، مش انكر نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد، روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه، يلا شوف شغلك، امشي امشي يا زكي امشي. وانا كمان يا نادر، يلا بقى. سلام عليكم. الله، ايه العيله دي؟ الناس دي كسال. صباح الخير. صباح الخير. تأمروا بايه يا فندم؟ عندك ايه تشرب؟ في مانجا ساقعه. لا، في حاجه سخنه؟ في مانجا سخنه. لا، ده في قله ادب وسفاله. يا نادر، واضح ان في نداله وقله اصل. ليه يا نادر بقى دلوقتي؟ ليه كده حضرتك؟ انا ايوه حبيبتي، في ايه اللي انت جاي وشغال عندك ده؟
انت تاني عمل ايه؟ بيعكسني انا وهبه. والمصحف معاكس هبه. بتعكس غدا هانم يا بقى. وغدا هانم يا بقى فدي تطلع مين؟ دي تطلع مراتي يا حيوان. يا نهار اسود منيل. طب بالنسبه لهبه ظروفها ايه؟ اطلع بره. ماشي 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 بره. الله الله، شكل سعادتك مجهد قوي النهارده يا خير بيه. الآن الآن على شيرين وتصرفاتها. انت عارف شيرين عايز حد عينه عليها ليل ونهار، وانت عارف ان انا ما عنديش وقت. هي مش من ده قاعده معاهم؟ انا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت، حد لازق لهم، بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ ايوه عارفهم. مش اقصد العيال زرع بدري بدري دول المفتونين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. لا طب وانت عاوز دول ليه يا خيرت بيه؟ تناوي تدخل الحرب ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش وخلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم. انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المقات. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال، صحصح لي كده. ها تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ الله، حد اتعرض لك؟ لا. حد مد ايده عليك؟ ما لا مش حد داس لك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهم. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهم. مع حواليك بودي جارد. انا ما بقولش حاجه. الله، انا عارف ان انت حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه، خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص هديت. اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتوح العضلات، دي احسن حاجه فيا، شرس عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمه، ها ذو بأس، حاد النظر طبعا، لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. انا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب الحق اجهز نفسي. خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه جميله. وسعادتك كليه الطب. قسم التشريح طبعا.
قسم تأتيل، إنما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي، اتفضلوا استريحوا لغاية ما نجيلكم. اتفضلوا.